المغرب يحاول هو على انه ما في حرب، ولكن احنا عندنا المعلومات الأكيدة على انه في هذه 13 شهر يوميا في قصف القواعد المغربية، يوميا في اقصاف للمواقع المغربية، ويوميا فيه اموات لجنود المغرب، ويوميا فيه خسارات للعتاد المغربي. ولكن كل هذا 13 شهر كذلك المغرب يقصف بدروناته صحراويين وجزائريين موريتانيين ماسكين الطريق من الجزائر الى موريتانيا، موجود بجثامين الناس اللي ماتوا، تجار ومنميين والباحثين عن 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 الذهب، اكثر من 15 شخص ماتت الى حد الان لحد الساعه نتيجه اغصاف القوات المغربيه، مدنيين كلهم.